اختارت الشركة الألمانية لمعدات السيارات بي سي اس مدينة طنجة لافتتاح مصنعها التاسع في العالم، حيث تتميز شركة بي سي اس أوتوموتيف بتقديم حلول داخلية مبتكرة لصناعة السيارات. وتأسست الشركة في عام 1980 ونمت بسرعة لتصبح واحدة من أهم مزودي السيارات على المستوى العالمي، وتتواجد شركة بي سي اس أوتوموتيف في 10 دول بمعدل 8 مواقع للتصنيع و13 موقعا للمبيعات والهندسة. وأكدت شركة بي سي اس أنها ستنشئ مصنعا بمنطقة صناعة معدات السيارات أوتوموتيف سيتي في المنصة الصناعية طنجة المتوسط بمبلغ استثماري قدره 30 مليون يورو، مما يسمح بخلق 500 فرصة عمل دائمة. الوحدة الألمانية الجديدة تعزز موقع مدينة طنجة كوجهة صناعية بامتياز، وتساهم في دعم التعاون الاقتصادي المغربي، حيث أضحى المغرب وجهة صناعية لكبريات المجموعات الصناعية العالمية ومرجعية خاصة في مجال صناعة السيارات وصناعات أخرى حيوية.